بالرئيس، برئيسنا برضه العيد ميلاد جاي يحتفل بيه، ده عيد ميلاده. يعني دايما يا رب يكون بصحة وعافية ويجي كده بالسلامة إن شاء الله، ويخرج كده بالسلامة إن شاء الله. جايين عشان نقول لسيادة الرئيس كل سنة وهو طيب، عقبال مليون سنة يكون معانا إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، إن شاء الله 100 سنة بكل الصحة وبكل العافية وبكل السعادة وبكل الحب. 100 سنة إن شاء الله وأنت منصور يا مبارك إن شاء الله، والسنة الجاية بإذن الله تكون نصرك يا مبارك بإذن الله على اللي خانوك وظلموك وأهانوك. نحتفل بميلاد بطل من أبطال أكتوبر هو الرئيس محمد حسني مبارك بشهادة السادات الله يرحمه ولو كره الكارهون. بنحتفل النهاردة ب 30 سنة أمان، بنحتفل النهاردة بعيد ميلاد 30 سنة استقرار، 30 سنة أمن، بنحتفل النهاردة ببنية تحتية صلبة، بنحتفل بمترو الأنفاق، بنحتفل بالدائري، بنحتفل بالمحور، بنحتفل النهاردة بالوحدة الوطنية. شكرا يا حبيبي، كفاية 30 سنة لما جيت كنا ما بنلاقيش كيس رز نشتريه، لما جيت ما كانش فيه حرارة في التليفون، لما جيت ما كانش فيه الطرق والمدن